جاءني سؤال، كيف ننشر الفرح بالعيد في ظل الحزن بالدمار والشهداء والمصابين؟ وهذا سؤال محق ويجب أن نتأمل فيه، والإسلام له منهجياته في التعامل مع الحزن والفرح، والرسول صلى الله عليه وسلم له تاريخه في سيرته الشريفة في كيف نتعامل بتوازن بين الأمرين. دعوني أحدثكم عن ذلك. نحن كمسلمين عندنا منهجيات في التعامل مع الحزن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في بئر معونة وفي ماء الرجيع، 70 صحابي يقتلون دفعة واحدة غدرا، 70 صحابي في ذاك الوقت مثل الذين قتلوا في أحد، يعني متخيلين الهزيمة اللي يتحدث عنها القرآن ويتحدث عنها الدعاة وكذا التي في أحد، 70 مثلهم قتلوا في هذه الفاجعات، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه كان يدعو القنوت في كل صلاة على القبائل التي غدرت عضل والقارة، يدعو عليهم في كل صلاة، واستمر يدعو شهرا. ثم نزل الوحي، نزل الوحي بالتوقف، ومنها على فكرة استنتج العلماء أن الإنسان يحزن طبيعي، بس لا يجوز الحزن أكثر من شهر إلا للمرأة على زوجها. إذن نحن عندنا منهجية، نحزن لكن ما نستمر في حزن طويل، نحزن لكن أيضا نتذكر أن الحياة تستمر، الحياة لا تتوقف بفقدان عزيز، لأننا سنلقاهم في الجنة. ولذلك هذا الشعور أن هذا الفقدان مؤقت شعور مهم، شعور عظيم. التي فقدت ابنها في أحداث فلسطين، أبشري ستلقينه في الفردوس الأعلى من الجنة إذا صبرتي. فهذه المعاني يجب أن ننشرها، ننشر معنى أن ما ذنب الأطفال ألا يشعروا بالفرح، أشعروهم حتى مع كل الدمار ومع كل القتل، أشعروهم بالفرح. لا يجوز أن نبني جيل يعيش في حزن، لأن هذا الجيل لن يكون متوازن ولن يكون فعالا. فتذكروا هذه المبادئ. إذن انشروا العيد وافرحوا. أنا رأيت حتى أثناء عز معارك طوفان الأقصى شباب ما شاء الله فهموا هذه المعادلة، فأثناء القتل والدمار عملوا حفلات للأطفال يسعدوهم ويغنوا معنا، افعلوا هذا افعلوه. المؤمن يفرح ويظهر هذا الفرح لكن بلا معصية، لأن للأسف كثير من الناس يفرح بأن يؤدي معاصي، بعد ما شهر يطيع يختمها بالمعاصي. لا، نحن نختمها بالفرح الجائز شرعا، بالتواصل الاجتماعي، التواصل العائلي، والتواصل الافتراضي. افعلوا هذا، تواصلوا عبر الانترنت مع الناس الذين في غزة، ليكن لكم إخوة وأخوات تؤاخونهم في الله عز وجل في غزة، وتتواصلون معهم بشكل مستمر، وتزرعوا في نفوسهم الأمل أن النصر قادم، وأن الأمة كلها معكم، وأنكم سبقتونا إلى البطولة وإلى الجهاد، وأنكم شرف الأمة ورأس الحربة، وأنكم هكذا نصنع هذا الأمل بمستقبل أفضل. فلسطين ستتحرر وستعود تعود عزيزة، أبية، كريمة، متقدمة، لا تشكوا في ذلك، لأن هذا وعد من الله عز وجل وتكرر، وفي القرآن ذكر
في سورة الإسراء. فأبشروا بنصر الله واشعروا بالفرح، وأشعروا من حولكم بالفرح، وخاصة الأطفال، وخاصة الذين أصيبوا في عزيز، لا تجعلوهم يعيشوا المأساة مرة أخرى، بل أحيطوهم بهذا الحب والحنان الذي فيه أجر بالإضافة إلى الشعور بالفرح.